السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. هاد لابارتي الثانيه اللي العنوان ديالها اوفغيغ سكراتش، غادي نشوفوا الطريقه كيفاش نفتحوا سكراتش ونشوفوا الواجهه ديالو كيفاش دايره وكيفاش يمكن لينا نخدموا به. اذا باش نفتحوا سكراتش، اسهل طريقه ما كتستدعي لا انستالاسيون لا والو، هي اننا نحلوا الموقع www.scratch.mit.edu. الو كتحلينا الواجهه ديال سكراتش اللي هي بهذا الشكل. اذا في لونتيت مكتوب لي فونكسيوناليتي ديال سكراتش، اللي يمكن نديرو بسكراتش كرييه دي زيستوار دي جو اي دي انيماسيون، بارطاجي فو بروجي افيك لو موند انتي. يعني هاد لو بروجي اللي صايبتي بسكراتش ممكن تبارطاجيه مع العالم كامل. هنايا لتحت الناس اللي مسجلين في سكراتش ديجا داروا اعمال وبارطاجينا هنايا، هنا هي توت اون كوميونيتي هنايا، يعني ناس مسجلين. الوغ باش ندخل مع لا كوميونيتي سكراتش كخصني نضغط على هاد لو بوتون هذا روجواندر سكراتش. اون فوا كنضغط عليه تيعطيني واحد لو فورمولير ا رومبليغ. Alors l'étape 1 c'est choisir un nom d'utilisateur et un mot de passe à confirmer. La partie tania le nom, le prénom. La partie telta l'email, le numéro de téléphone, etc. La partie rabra les conditions par exemple d'utilisation, les lois et tout ça d'utilisation du compte dans ce site. Ensuite, il faut consulter la messagerie. Khasna nchoufou la boîte email dialna hit l'équipe Scratch qui sifto واحد l'email li fih un lien, واحد الرابط kandrtou عليه باش تنفعلو ولا pour activer هاد le compte dialna Scratch. Une fois que ndirou hadchi kamel, من بعد ما كنعاودوش هادشي هاد l'inscription هادي كنمشيو se connecter. كنضغطوا عليها وكنديروا لو نون دوتيليزاتور لو مود باس لي سجلنا في التسجيل في الفورمولير ديال التسجيل. هنايا فوار لا فيديو تتعطيك باختصار شنو هو سكراتش، شنو يمكن لك دير هذا ا بروبو دو سكراتش بور لي بارون بور لي ديدوكاتور. يعني هنا تيهضر على سكراتش اشنو هو بور لي بارون الاباء شنو يمكن لهم يديروا به، ولي زيدوكاتور لي بروف شنو يمكن لهم يديروا بهاد سكراتش. اذا باش نحل الواجهه ديال سكراتش كنمشي لكري انشاء. اذا هنا تتحل ليا الواجهه ديال لو لوجيسيال سكراتش بلا ما انستالي بلا حتى شي حاجه. هنا تعطيني ان بوتي توتوريال مثلا يمكن لك دير قصص لي جو لانيماسيون. اذا قلت لك خلينا نبداو. اذا هنايا باش نعطي امر تزيد ب10 انا غنمشيو للجهه ديال الصوت. اذا عطات الصوت ديالها. Add an event block on top to start the code. I'll add the when green flag clicked block. إذن مشت الأوامر ديال التحكم. You can easily reorder or delete these blocks at any time. Add as many characters as you want to your project and code each one. أنا يمكن لك تضيف اللي بغيتي لاغيار بلون. إذن هذا هو لا ديمونستراسيون. إذا من بعد ما شفنا لا ديمونستراسيون هنا تعطيك الامكانيه انك تصوب ان بوتي بروغرام، ولا داك اللي شفتي نيت في لا ديمونستراسيون تعطيك الامكانيه انك تصوبو بيديك. يعني تيوريك واحد لا بروميير ايتاب تيبقى يعاودها لك حتى تصايبها. من بعد فاش كتكملها كدير سويفون، يعني كيديرها تيعاودها لك باش تطبقها بكل سهولة. الوغ موراها تيعطيك بلوس دو شوز ا ايسيي، حوايج خرين اللي بغيتي الا بغيتي تايسييهم باش تبدا شوية بشوية تحترف
في سكراتش. اذا هاد لابارتي هادي هي سميتها توتوريال. الا ما لقيتهاش عندي هنايا متوفره او سديتها تلقاها هنايا، يعني هنا الا حليت توتوريال تلقى هنا كاع لي توتوريال، غير هما مشروحين بالانكلي، يعني الواحد خاصو يكون كيفهم اللغه الانجليزيه. اذا كما كتلاحظوا الواجهه هنايا سهله بزاف، كتكون ثلاثه ديال الحوايج واضحين هنا، لا بارتي الاولى، لا بارتي الثانيه، ولا بارتي الثالثه. لا بارتي الاولى كنسميوها لا بارتي انستركسيون، هي لا بارتي اللي فيها التعليمات والاوامر اللي بهم كنصاوبوا لو بروغرام، هذا كنسميوها لو كود. وهنا كاين لي كوستيم، يعني باش نقاد الشكل ديال الفضاء ديالي الا كان رسوم متحركه ولا قصه ولا هذا، باش نقاد الشكل ديالو لي كوستيم. وهنا لا بارتي سون باش نقاد الصوت. اذا هذه لا بارتي انستركسيون. نرجع الكود. هاد لا بارتي الثانيه هي بحال اديتور دو تيكست، بارتي خاويه كتسمح لي انني نحط فيها هذوك لي انستركسيون باش نشكل ان بروغرام، كتسمى لا بارتي بروغراماسيون. يعني هنا فيها هاد لي بوتون هادو اللي هما اون غري، هاد بلس كتسمح لي انني نكبر لو بروغرام ديالي، موان هادو سي سو سون دي بوتون دو زوم، يعني تكبير او تصغير. هنا باش نقاد الا كان عندي بزاف لي بروغرام هنا كيترتبوا كيجي كلهم الوسط، ولا الا كان واحد كيجي او سونتر، يعني كنضغط على هاد لو بوتون هذا كيتقاد لي لي بروغرام ديالي في السونتر. لا بارتي الثالثه هي لا بارتي اكزيكوسيون، يعني فضاء لتنفيذ الاوامر اللي عطينا هنايا. هنا بار ديفو تيكون هاد لو شا هذا، ولكن ماشي بالضروره يكون لو شا، ممكن نحذفو اما نضغط على هاد البوطون ولا ندير كليك دغوا سوبريمي، يمكن لي ندوبلو دوبليكي، يعني ندير واحد اخر، يعني على حساب على حساب لو بروغرام اللي غادي ندير. يمكن لي نخفيه مثلا نديرو ما كيتشافش او كيتشاف في لاسين الشيء. هنايا كاين اون بار دو تي اللي فيها مثلا لو نون ديال هاد لو لوتان هذا ولا سبريت، فيها لي كوردوني ديالو اكس اي غاك، يعني فين متواجد سور لاسين اكس اي غاك، بحال اللي عندنا هنايا ان روبير ابسيس دي اكس دي ابسيس باردون، يعني محور الافاصيل ومحور الاراتيب، اكس دي ابسيس واكس دي اوردوني، وتعطيني اكس فين كاينه واي فين كاينه. باغ اكزومبل هذا محطوط في لو بوين 00، بالنسبه لهذا لاحظوا غادي تغير هذا لابسيس الاوردوني 66-48. الوغ الا كان هذا هو 00، يعني هذا هو اصل المعلم ولا لوريجين ديال لو روبير، هنايا راه محطوط في لو بوين لي لي كوردوني ديالها 66-48. لا ديريكسيون، لا تاي يمكننا نكبروها او نصغروها، ولا ديريكسيون يمكننا ايضا نغيرو فيها. اذا نحيد هاد لي لوتان هادو، ممكن نحذفهم كاع، وممكن ندير دي لوتان وحدين اخرين، مثلا هنايا هو لوتان بلس، يعني اون ايماج دو بلس. هنا الا بغيت نشوازي شوازي ان سبريت ولا ان لوتان، كاينه اون بيبليوتيك ديال التصاور يمكن لي نختار فيها لوتان اللي بغيت، يمكن لي نرسمو، يمكن لي نقول لي عطيني لوتان سوربريز من اختيارك، او نتيليشارجيه من عندي من الحاسوب الا عندي شي صوره ولا شي لوتان انا مصايبه او نتيليشارجيه من انترنت. الوغ انا غادي ناخذ هذه لا بلو سامبل، شوازي ان سبريت، ملي كنضغط عليها كتعطيني لا بيبليوتيك ديال الصور باش ناخذ لي لوتان اللي بغيت على حساب البروجي اللي انا داير ولا لوتيليزاتور باغي يدير. مثلا نختار هاد لوتان هذا، فوالا انا هو تغير، ما بقاش عندي لو شا. انا نحاول نديرو في لي كوردوني 00 على -6-14. المهم ما عليناش، غادي نرجع لاغيير بلون. هنا لاغيير بلون اي لي بلون، الوغ سي كوم ان تابلو بلون، بحال واحد السبوره بيضاء. هنايا غادي نختار ان اغيير بلون بوغ شونجي نفس لو منو اللي عندي في سبريت ولا في لوتان، هو لو منو اللي عندي في لاغيير بلون.
اذا غادي نختار ان اريير بلان، حتى الاريير بلان عنده بيبليوتيك فيها كاع لي اريير بلان اللي يمكن لك تختار. اذا هذاك لو تان اللي اختاريت هو ان اوبجي اكواتيك، غادي نشوف واش كاين شي اريير بلان اكواتيك. الوغ غادي نمشي لهاد لي زونغلي هادو، لان صعيب باش من عندك كاع تصاور صعيب باش تلقى شي حاجه سبيسيفيك. الوغ هنايا تي سبيسيتي تيخصص لك موند اكواتيك، كندير موند اكواتيك كيخرج لي لو موند اكواتيك. غادي نختار هذا مثلا، اذا غادي يضاف لي هنايا، اذا لاحظوا، اذا هذه هي بكل اختصار الواجهه ديال سكراتش. فيها ثلاثه ديال البارتي كما قلنا، لا بارتي انستركسيون، لا بارتي بروغراماسيون، لا بارتي اكزيكوسيون. يعني ولا بغينا نغيرو في لاريير بلان في الفضاء ديال ليكزيكوسيون ديالنا، تنغيروه في هذا المنيو هذا هنايا. الحاجه اللي بغيت نقول هي لوفيرتور، بما ان الدرس ديالنا هو طريقه فتح لوجيسيال سكراتش، هذه الطريقه هذه اللي وريتكم خاص ضروري تكون عندنا كونيكسيون انترنت. يعني ما كانتش كونيكسيون انترنت ما غنديروش هذا الشيء كله، خاص يكون ضروري، خاص تكون كونيكسيون انترنت، متفقين؟ والا ما كانتش كونيكسيون انترنت كاينه امكانيه ديال اننا نتيليشارجيو لو لوجيسيال سكراتش. يعني خاصني نكون مسجل، ندير رجوان سكراتش، سو كونيكتي، وندير هنايا فعوت غادي نكتب هنايا سكراتش ايدو سلاش داونلود، ندير داونلود هنايا وغادي تخرج لي لو ليان دو تيليشارجمون. دو توت فاسون غادي نخلي لكم لو ليان دو تيليشارجمون تحت الفيديو بالنسبه اللي ما نجحوش انهم يلقاو في لو سيت ويب، ممكن تيليشارجي وتخدموا به، تانستاليو في الحاسوب وتخدموا به بلا كونيكسيون، بلا زعما لا كونيكسيون، بدون حاجه الى كونيكسيون انترنت. اذا هذا كل ما يتعلق بسكراتش. هنايا ممكن نغير لا لونغ، العربيه الفرنسيه، الوغ باش يكون هذا اللوجيسيال انترناسيونال عالمي، يعني بورتوغي داروا فيه كاع اللغات، يعني مترجم كاع تقريبا الا ما قلتش 100% ما عارفاش واش جامع كاع لغات العالم، ولكن باينه اكثر من 90% ديال اللغات كاينين، باينه ملي كتصفح هذا لا ليست هادي كتبان لك بان من 90% حتى فما فوق راه كاين اللغات ديال العالم كامل. اذا هادشي اللي كاين. باش نختم غادي بما انني درت هاد لاغيير بلون اكواتيك وهاد لوبجي اكواتيك اللي هنايا، غادي نديرو له ان بوتي بروغرام باش نستانسو شويه بسكراتش. اذا افونس دو دي با، اذا ملي غندير ليه هكا غيبقى يزيد دو دي با. مثلا غندير له تورن دو 15 دوغري، ولا ما نديرليش كاع 15، غندير ليه تورن دو 0 دوغري، المهم تورن. ملي كدير ليه تورن دو 0 دوغري ولا ما كديرليش كاع تورن، يعني كيلفد الامر ديال تورني دور، يعني دور صافي، ما حددتلكش الدوغري غير دور. الوغ من موراها خاصني ملي يزيد غادي خاصني نغبيتي لي كونترول، غادي نقول ليه يعاود هادشي دي فوا ولا انديفينيمون، يعني طريقه مستمره، ريبيتي هادي بطريقه مستمره. ولكن الا زاد وبقى كونتينيو زايد غيخرج ليا من الشاشه، غيخرج ليا من الشاشه ويبقى غادي، ما غاديش نشوف هنا في هاد لو شون هذا اشنو كيدير. الوغ شنو خصني ندير ليه؟ غنمشي في لو موفمون وغادي نمشي نقول ليه ملي توصل الحافه ديال هاد الصوره هادي لو بور رجع رجع، يعني روبوندير. الوغ روبوندير عندي واحد الانستركسيون هنا، rebondir si le bord est atteint. يعني لو وصلتي لو بور رجع، فوالا غنزيد عليه هنا. إذا غنحاول نضغط، لاحظتو بأنه تيدور، هو كاع كيتقلب راسو لتحت وهذا،
غادي نحيد له هذا الزيرو هذا باش يدور، لان هو هذا زيرو دوغري ما دارش. غنديرها في الاخير وغندير مثلا ان دوغري. اذا دائما لو بروغرام في الحركه دائما كنسيي وتنشوف ليكزيكوسيون هنا اشنو كدير. لاحظوا بانه تيدور ان دوغري فوق ما زاد دي با، تيدور ان دوغري وكتجي الحركه ديالو شبه دائريه. الوغ ممكن هنا لو سون، الوغ جوي لو سون. اذا هاد لو سون ماشي هو هذاك، بغيت نزيد ان سون. الوغ في لي لوجيسيال، في لو لوجيسيال كاين ماشي انريجستري، نشوف. الوغ هنا الا بغيت نسجل ان سون، يعني نسجل انه تيهضر ولا شي حاجه، ممكن نسجل ان سون. ان سون الوغ اوتيليزي فوتر ميكرو اوتوريزي. Bonjour, ça va? Arrêtez le son. Sauvegardez. Alors, j'ai enregistré le son. La bibliothèque des sons, il a pris le son. La bibliothèque des sons, il a choisi un son. Alors, il y a une bibliothèque. Alors, il y a un tout. On va chauffe aquatique. Alors, le son de l'eau. Le son de l'eau, naya water drop. Alors on dit ready, d'accord. On descend, on a déjà le code. Alors jouer le son, maintenant d'être recordé. Un je ferai un bonjour, ça va. Voilà, alors de les gilts de l'aide water drop. Alors rebondir. Alors supprimer, on va supprimer les blocs. Et donc quand j'ai dit rire quatre jribas, bah je n'assemble le bloc des instructions, assemble aidan la programmation, on chauffe l'exécution d'un programme. وبهذا نكون كملت هذه الحصه ديال الجزء الثاني من سكراتش، اللي هو اوفرير سكراتش. شفنا كاع الفضاء ديال سكراتش كيفاش داير، جربنا ان بوتي بروغرام. اذا شكرا على تتبعكم والى اللقاء.